وتقريرنا اللي جاي عن موجة السقعة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. مصر بتمر بموجة صقيع أمطار، طبعا المرور تعطل، في مية كتير في الشوارع، في مشاكل كتير، بس برغم من كل ده مصريين مبسوطين وحاسين ان الشتاء بيودعهم بحفلة المطر اللي احنا شفناها امبارح ولسه النهاردة احتمال كبير. خلونا نشوف تقرير اللي جاي ونعود مرة أخرى. فصل الشتاء هذا العام يأبى أن يرحل دون أن يترك بصماته الشتوية على الشارع المصري، حيث استيقظ أمس المصريون على أمطار وصقيع لم تكن في الحسبان. النهاردة رحت مدينة نصر، كان الجو هناك، كنت قاعد جوه، الجو كان بينزل تلج مش مطر، بس أخدت المطر كلها على نفسي. والله المطر هي جات لنا فجأة، بس رغم كده ونزلت، بس الجو حلو الحمد لله. ماشي، الجو جميل جدا يعني بصراحة، بس واحد بس ما كانش عامل حسابه في الهدوم، بس كويسه جميله. والله المطر النهارده طبعا جاي اجازه من اسوان، ولي 5 أيام ما شفتش اي حاجه زي كده، الجو كان ممتاز جدا النهارده قلب مره واحده كده في على جميع انحاء القاهره يعني. الجو كويس حتى مع اني ما كنتش عامل حسابي، بس الجو جميل وما حسيتش بالبرد والدنيا كانت جميله. رغم بروده الطقس وغزاره الامطار، الا ان كثيرا من المواطنين أعربوا عن تفاؤلهم بسقوط الأمطار التي اعتبروها خيرا على مصر والمصريين. الجو ده جو ربيعي جميل يعني، مفروض كل واحد ينزل كده يستمتع بالجو كده وشم الهواء النقي وشم الأكسجين بقى بعد المطر الجميل اللي ربنا رزقنا بيه ده إن شاء الله. الجو آخر حلاوة، لأن المطر خير برضه، مش يعني ربنا بيكرمنا منه وبيحيلنا الزراعة. الجو جميل بس يعني ده خير من عند ربنا، يعني ده خير، الناس بتستنى المطر ده خير. والله الجو جميل والدنيا جميله والحمد لله. جو جميل وحاجه جميله يعني، ما تمشي كده والجو بينطر والعربيات ماشيه بالراحه والدنيا رايقه والدنيا حلوه والبلد متظبطه. نتمنى ان الجو كده على طول يبقى كده على طول. تتعرض القاهره والسواحل الشماليه الى منخفض جوي ادى الى حدوث انخفاض شديد في درجات الحراره وطقس سيء كانت ذروته يوم امس السبت ويمتد حتى مساء اليوم الاحد، لتعود معدلات الحرارة إلى طبيعتها من جديد بداية من غد الاثنين. زي ما شفنا مشاهدينا، المصريين فعلا فرحانين بالمطر، وطبعا المطر خير، رب يكون كل أيامنا خير وسعادة.